تعالوا مبدئيا نفتح ملف مختلف حبتين. منتخب مصر لكرة اليد فاز امبارح طبعا على الكاميرون بنتيجة 35-16، وبكده بيكون اتأهل لدور ربع النهائي بعد ما حقق العلامة الكاملة وفاز فوزه الثالث على غينيا بعد طبعا الكونغو والكاميرون. تعالوا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير اللي عملته زميلتنا العزيزة سالة حامد من أجواء مباراة مصر والكاميرون ومجموعة اللقاءات اللي هي أجرتها مع اللاعبين بعد انتهاء المباراة. تابعوا معنا. بعد فوز منتخبنا الوطني على الكاميرون في اخر الجولات واخر المباريات من دور المجموعات، طبعا بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد الرجال 2024، وطبعا فوز منتخبنا الوطني بنتيجه 35-16 طبعا لصالح منتخب مصر. يمكن معي في هذه اللحظات طبعا واحد من نجوم منتخبنا الوطني طبعا كابتن احمد خيري. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز اتكلم معاك بالتاكيد على المباراه، بس قبل ما اتكلم معاك على المباراه وتقول لي رايك في اداء اللعيبه، عايز ابارك لك طبعا على تاهل منتخبنا للدور الربع النهائي من البطولة. الله يبارك فيكي. الحمد لله طبعا عندنا أول مرحلة مهم إن إحنا كلنا نطلع منها سلام ويبقى كلنا في روتيشن كويس عشان كله يبقى جاهز للفاينلز إن شاء الله، وعايزين بقى دعوات كل المصريين يعني الفترة الجاية عشان نقدر نكسب البطولة إن شاء الله. زي ما أنت قلتي فعلا مستوى متوسط في الأول، بس إحنا بناخد كل ماتش بماتشه، بنحضر لكل فرقة، بنحاول نحترمها على قد ما نقدر، بنعمل فيديوهات، بنعمل اجتماعات، نشوف نقاط القوة والضعف. نفس الكلام هنعمله بكره ان شاء الله عشان دور الثمانيه مع انجولا غالبا يعني، وان شاء الله نقدر نبقى في نفس المستوى ونقدر نكسب ونمشي خطوه بخطوه كده ان شاء الله لحد ما نكسب البطوله ان شاء الله. هو على طول بيقول دي حاجه مميزه فيه، ان هو على طول بيقول ان انا عايز كله يبقى جاهز، اي حد في اي وقت اقول له يلعب في الفاينلز يلعب، فلازم يبقى في روتيشن كويس بين كل اللعيبه، كلنا نوصل على قد ما نقدر بفيزيكال كويس بس. فطبعا دي حاجه كويسه منه، ويعني كده كله ان شاء الله يبقى جاهز للفاينل والسيمي فاينل ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن فيصل، كابتن عبد الرحمن طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك بالتاكيد على المباراه النهارده، فوز على الكاميرون، وبارك لك برده على التاهل لربع النهائي من بطوله كاس الامم. شايف النهارده طبعا المباراه ازاي واداء منتخبنا الوطني في الثلاث مباريات؟ الله يبارك فيك يا سلا. الحمد لله على المكسب طبعا النهارده. لعبنا ثلاث ماتشات في دور المجموعات، الناس بتحاول تجيب نفسها وبتجيب المستوى بتاعها. طبعا عندنا دور الثمانيه الفتره الجايه ماتش هيبقى قوي جدا برضو. خلاص يعني الماتشات اللي جايه اللي هيكسب هو اللي هيكمل، فباذن الله نقدر ان احنا نلعب ماتشات الجايه ماتشات جامده برضو، وربنا يسهل ان شاء الله. الماتش شغال دلوقتي، احنا لسه مش عارفين، بس اعتقد بنسبه كبيره هيبقى انجولا في دور الثمانية، فإن شاء الله نقدر إن احنا نذاكر الفرقة كويس ونشتغل عليها كويس وبإذن الله نكسب إن شاء الله. أكيد طبعا الماتشات الجاية هتبقى قوية جدا زي ما قلت لك، اللي خلاص اللي هيكسب هو اللي هيكمل، فلا ماتش أنجولا ماتش مش هيبقى سهل برضو. هنذاكر الفرقة كويس، وبستور هي أكيد هيعمل لنا فيديوهات وهيفرجنا على اللعيبة نقط ضعفها ونقط قوتها، وان شاء الله يعني ربنا يكرم ونلاقي جمهور في الصاله، الحاجه اللي ممكن يعني مفتقدينها شويه، عايزين جمهور في الصاله بصراحه عشان الماتشات تبقى اجواء احسن من كده. يعني واحد من نجوم المباراه النهارده طبعا كابتن محسن رمضان. كابتن محسن طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك بالتاكيد على المباراه النهارده، وبارك لكم كمان على التاهل لدور ربع النهائي من البطوله. اهلا وسهلا بيكي طبعا يا سلا. يعني الحمد لله طبعا على المكسب، يعني تالت ماتش على التوالي نكسبه الحمد لله يعني، والمستوى زي ما انت شايف الحمد لله طبعا واحده واحده بيرتفع يعني مستوى، فان شاء الله لسه بقى عندنا ماتشات بقى جايه، بقى اهم حاجه طبعا دور الثمانيه هنبتدي يعني مع من السنة اللي هو هيخسر من انجولا وتونس، فواحده واحده ان شاء الله، وبعد كده احنا طبعا عينينا على ماتش تونس طبعا اللي هو اقوى ماتش، فربنا يكرم باذن الله. يعني طبعا احنا طبعا مع احترام المنتخب انجولا طبعا هو منتخب قوي وكل حاجه، بس طبعا منتخب تونس اقوى، فاحنا توقعاتنا طبعا ان احنا هنلعب منتخب انجولا في دور الثمانيه، فاحنا عاملين حسابنا على كده، ومنتخب تونس في السيمي فاينال، فان شاء الله احنا بنستعد بقوه بقالنا كتير يعني مثلا حوالي 3 شهور ولا 4 شهور بنستعد للماتش دوت، فان شاء الله احنا نقدر نكسبه يعني باذن الله. طبعا احنا في 20 لعيب في القايمه، كل اللعيبه طبعا على قد المسؤوليه، واي حد بينزل في الملعب بيعمل اللي عليه، طبعا اللعيبه كلهم رجاله ما شاء الله، وطبعا تعليمات كابتن باستور وفي الفيديو وكل حاجه، هو على طول بيعمل روتيشن مش ثابت بتشكيله معينه، هو عنده اللعيبه كلها حاجه واحده، فطبعا بيتكلم معانا كده، فان شاء الله باذن الله ربنا يكرم ويكمل المجهود دوت اللي احنا نكسب بطوله افريقيا باذن الله. لا ميرسي جدا طبعا، وببارك لك تاني وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه يا محسن. ميرسي ان شاء الله، متشكر جدا يا سلام.
دي طبعا كانت لقاءاتنا مع يعني نجوم منتخبنا الوطني لكرة اليد طبعا بعد الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 35-16 يمكن طبعا آخر جولة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال 2024.